فجروث هرمون تفتح يعني وبيفتح دائما لما تشوف الدكتور طالع على الستيج يعني هذه دائما لازم تعود عليها على طول اسكتوا بنفسكم لا تحاولوا تخلوا الدكتور يتكلم فتسكتوا انتم يعني هذه تبقى جيدة بروفيشنال اكثر حاولوا اخر دقيقة او دقيقتين قبل ما ينتهي البريك وتفتحوا السلايد وتكونوا جاهزين بحيث انه برضه هذه بروفيشنال اكثر يعطيكم العافية يلا جروث هرمون الجروث هرمون هذا هرمون النمو هرمون النمو مهم هذا الجروث هرمون نفهمه طيب تعال نشوف هنا هذا كده داخل في الاكشنز على طول الاكشنز تبعت الجروث هرمون اول حاجه الجروث هرمون هذا الاكشن حقه من اسمه بناء طب يبني ايش يبني ايش قال لك يبني كل شيء يبني الفيسرا الاعضاء الداخليه يعني كبدك قلبك ويبني جسمك في صورة العضلات والعظام يعني يبني هيكلك وأحشائك أعضائك كلها الجروث هرمون مسؤول عنها مهم انك تكون عارف هذا الشيء طيب it stimulates the growth or proliferation تبع اللونج بون احنا عارفين الكلام هذا ان العظام بتنمو من وين من منطقة اسمها الديافيسس تمام في عندنا منطقة كده اسمها الديافيسس وميتافيسس وإبيفيسس ثلاث أماكن هذه في العظم فيها منطقة في النص غضروفية كل مرة الغضروف هذا بيكبر شوية وتحول لعظم بيكبر وتحول لعظم بيكبر وتحول لعظم الآن الغضروف هذا يطول عظمك لو قفلت المنطقة هذه خلاص ما عاد تطول وبتقفل عند سن ما معين وعلى أساسها ممكن يحللوا يعني مثلا مش مرات يقول لك لقوا جثة متحللة من القرون الوسطى واكتشفوا ان عمر هذا الطفل عمره 14 سنه ما عمركم شفتوا شيء زي كذا تعرفهم هم تمام يشوفوا السايز اوف ذا سكال يشوفوا العظام قفلت ولا ما قفلت يشوفوا الاسنان تمام في عوامل كثيره تقدر تخليهم ان هم يعرفوا السن حتى المومياء نفسه او الهيكل العظمي فهمتوا الكونسبت هذا المنطقه هذه في العظام هي اللي تنمو بياثر عليها الجروث هرمون هي المنطقه الوسطانيه في العظم اللي اسمها الديافيسس طيب هل انا بنمي العظام بس بالطول؟ قال لك لا انا بنمي العظام بالطول وبالعرض. لما افرض واحد عدى عمره 21 او 22 سنه وقف نموه هو وقف نمو العظام بالطول بس عاد العظام بتنمو بالعرض. انت هتقول لي اقول لك يعني البني ادم بعد شوي يصير عظامه مره عريضه؟ لا هي فكره النمو بالعرض يعني استبدال العظم فهمتوا؟ زي ما انت بس الصيانه عشان العظم حقك لو خرب نستبدل ويخرب ونستبدل ويخرب عمليه كونتينوس يعني مثلا اعطيك مثال عشان تكون مدرك للقصه هذه انت عمودك الفقري هذا بيتغير كل 6 شهور مره كامل من اوله لاخره ما عاد يبقى موجود يعني ما في خليه من جد هي اللي كانت موجوده من 6 شهور فاتت بس طبعا عمليه الاحلال والتجديد عامله زي الطرق عندنا لما تيجي تغير قطعه بس الطريق ماشي فاهم الفكره؟ تغير قطعه ثانيه قطعه ثالثه انت لقيت نفسك غيرت كل الطريق سام ايديا فالعظام هي ليفنج تيشو مو خشبه مصلبه كده ومكانها موجوده فاهمين؟ هي ليفنج تيشو بيتغير وبيجدد كويس ممتاز يبقى نمو العظام ممكن تكون بالطول في اللونج وممكن تكون في الثيكنس في العرض طيب جميل هذا كلام موجود في اول سطرين الان تعال نشوف السطر الثالث وابغاك تركز لي على هذا الاسم شايفه؟ شايف؟ مكتوب هنا سوماتوميدين سي ومكتوب هنا اي جي اف 1 انسولين لايك الاي اختصار انسولين لايك سو وبعدين هنا جروث فاكتور 1 انسولين لايك جروث فاكتور 1 ايش هذا يا دكتور؟ وليش تبغاني اركز عليه؟ شوف الانسولين لايك جروث فاكتور 1 هذا هبه الكبد هبه مين؟ الكبد يعني دماغك جروث هرمون ريليزنج هرمون انا بتكلم على وين دحين؟ يلا جروث هرمون ريليزنج هرمون بتكلم على مين؟ هايبوثرمس ممتازين الهايبوثرمس طلع الاشاره الاشاره تروح لوين؟ بتويتر جلاند يقوم يطلع عندي جروث هرمون ريليزنج هرمون جروث هرمون جروث هرمون يمشي 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 ويروح للكبد الكبد ياخذ الجروث هرمون
ويحوله الى انسولين لايك جروث فاكتور 1. عرفت شو هو الانسولين لايك جروث فاكتور 1؟ هذا منتج كبدي ما انتج الا من وراء الجروث هرمون. قالوا مرحله رقم 3 جروث هرمون ريليز هرمون هايبوثالامس، جروث هرمون بتويتري، انسولين لايك جروث فاكتور ليفر، هذا الهرمون الذي يصنعه الكبد. شايف هذا له اسم ثاني سوماتوميدين سي. هذا الانسولين لايك جروث فاكتور 1 او السوماتوميدين سي هو هذا اللي ينميك من جد، مو الجروث هرمون. فهمت؟ يعني الجروث هرمون كل وظيفته يجي من البيتوتري للليفر، فالليفر يصنع هذا، هذا عاد هو اللي ينميك، ينمي احشائك وينمي عظامك وينمي عضلاتك وينمي هذا. انسولين لايك جروث فاكتور 1 اسمه. ما له دخل في الانسولين. ما له دخل في الانسولين. اقول لك مو بس ما له دخل في الانسولين، الانسولين اخذ ورقتين في المحاضره، هذا كمان ضد الانسولين او عكس الانسولين. عكسه. حفهمكم الكلام هذا بعدين. مهم. بس اللي انا بقدر اعرف انه اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1. ليش اسمه انسولين لايك جروث فاكتور؟ لانه يشترك مع الانسولين في نفس الهدف مع انه ضده. شيء غريب. حقول لكم قدام ليش. الانسولين هو الهرمون اللي بيخلي جسمك ينمو. لان الانسولين هو الهرمون اللي بيطلع بعد الاكل، صح؟ فانت بتاكل المم وبتطلع الانسولين عشان تخزن المم فتكبر. فهمت الكونسبت؟ فالانسولين هرمون مكبر لجسمك، والجروث هرمون هرمون ايش؟ برضه مكبر لجسمك مع اختلافات بسيطه بينهم. المهم ان هم الاثنين مشتركين في نفس الايش؟ الهدف. اللي هو ايش يخلوا في جسمك؟ ايش يخلوا جسمك؟ يكبر. يقوم بالتالي سموه هذا ايش؟ الهرمون المكبر للجسم اللي يشبه الانسولين. يقوم سموه انسولين لايك جروث فاكتور. كويس. ممتاز. خلاص هو قال لك ان هذا هو اللي يروح للتارجت تيشو، هذا الماده الانسولين لايك جروث فاكتور 1، وهي اللي تسوي جروث للسكيلتا ماسلز والبونز وغيره. الان اتفضل. الحين الانسولين لايك هو اللي يعني هو اللي ينمي الاعضاء ولا الجروث هرمون؟ لا، الجروث هرمون يروح للليفر يتحول لهذا انسولين لايك جروث فاكتور، وهذا هو اللي ينمي الاعضاء. مش الجروث هرمون اللي بينمي الاعضاء. يعني هو بس يحوله بس ايوه يروح للكبد عشان هذا يطلع عشان هذا بالاخر ينمي الاعضاء، فاصبح كانه جروث هرمون ينمي الاعضاء. تمام؟ دكتور سي يعني نفسه السي يشمل كل الجسم. كيف هنا سي نفسه؟ هنا سي اسم سوماتوميدين سي هو نفسه الانسولين لايك جروث فاكتور 1 اسمه كذا سوماتوميدين سي. طيب افكت طبعا ليش هذا اسمه سي؟ عشان فيه في الستومك واحد سوماتوميدين وفي اكثر من مكان، مو مهم عليك التفاصيل بس لو بدك تعرف هذا اسمه سوماتوميدين سي. طيب افكت اون ميتابوليزم، تعال نشوف الان ايش تاثيرك يا جروث هرمون على الميتابوليزم. اول حاجه هنا عشان تريح نفسك الكلام هذا اللي انا حقوله حمشيه على كل الصفحات اللي نهايه الاندوكراين. اي هرمون يجيك اسمه اسال نفسك ايش تاثيره على في الميتابوليزم. بروتين كربوهيدرات ليبيد، بروتين كربوهيدرات ليبيد، دائما حط اسطمبه. اي هرمون عندك في الميتابوليزم ايش تاثيره على البروتين كربوهيدرات ليبيد؟ يلا هذا الهرمون بالنسبه لنا افكت اون ميتابوليزم، جروث هرمون نحطه نشوف اون بروتين اون كربوهيدرات اون فات ليبيد. هات نشوف اون بروتين، خاص بالمنطق الجروث هرمون ايش يسوي في البروتينات؟ يخزنها عشان جسمك حتلاقي لعيبه الحديد ياخذوا ايش؟ الجروث هرمون ومع البروتين يقوموا يكبر جسمه. طيب الان تعال نروح نمسك لعبه الحديد زي ما مسكنا البنات قبل شويه في الـ في الـ في الـ في السيزيريان سيكشن قيصريه، نمسك العيال في الجروث هرمون. في عيال ساعات بيروحوا النادي، وفي بنات المشكله عليهم دحين بيروحوا النادي ويحاولوا ان هم ياخذوا ايش؟ الهرمونات الجروث هرمون، يبيعوا لهم اياها من تحت الطاوله، هي ممنوعه في السعوديه انك تعطيها، بيجيبوا الجروث هرمون حق البفر حق الثيران والجواميس والاشياء هذه ويعطوها للبشر، جروث هرمون حق الخيول كذا. ايش الفكره؟ انه قال جسمهم ينمو، صحيح صحيح عضلاته حتكبر وحيعضل وحيصير خرتيت والكلام هذا، بس في مشكله ايش هي؟ انه الجروث هرمون ينمي بس العضلات والعظام ولا ينمي كمان الاعضاء الداخليه؟ ويحصل تضخم في القلب، تضخم في الكبد ويدمره. هلا لعيبه الحديد دائما يقولوا له خذ جروث هرمون عشان تنمو عضلاتك، بس عمره ما حد قال له ايش حيصير في كبده وفي قلبه، وحيروح في داهيه. فهمت الفكره؟ فبالتالي
جروث هرمون نو ممنوع لا تاخذ ابدا انسى الموضوع هذا يعني ما في امل حيصير عندك كده حيصير عندك روح عند لعيبه الحديد اللي هم مستر اولمبيا ما مستر اولمبيا اللي هو بيتنافسوا في التنافس العالمي هذا كل ما اخر حياتهم بيموتوا فشل بالجلد كل اغلبهم المحترفين اللي ياخذوا هرمونات طيب يبقى بالتالي انتبه تماما من فكره الفيسيرال جروث هذه ممتاز يبقى اون بروتين استيموليت بروتين سينثيز اوكي هو انابوليك يبني في جسمك يتفضل في حالات انه لازم ياخذ هذا شيء ثاني هذا بيكون ناقص عندهم الجروث هرمون هم هنا ما بياخذوا زياده هم بياخذوا اللي ناقصهم انا بتكلمك عن البني ادم الطبيعي بس هو ايش حابب ياخذ زياده مو كويس طيب تعال نشوف بعد كده اون فات تعال نشوف اون فات في الدهون ايش يسوي والله بيسوي فاتي اسيد كومبلايزيشن سؤال انت مو تبغى تبني العضل حقك عشان تبني العضل صناعة البروتين تاخذ طاقة لما تاخذ دس الترم اللي فات انا شارح لكم بالبايوكيمستري تتذكروا حق سلام لما كان يرمي الامينو اسيد ثاني يمسك فيه ترانزليشن والكلام هذا الصناعة اللي كانت تحتاج اي تي بي بكمية كبيرة فانا عشان اجيب اي تي بي بكمية كبيرة عشان تصنيع البروتين لازم اخدم عليه ولا ما اخدم عليه ايش رايك؟ ولازم اخدم عليه؟ كيف اخدم عليه؟ اخدم عليه بالطاقة عملية تصنيع البروتين تبغى تخديم أحد يخدم عليها اللي يخدم عليها الطاقة الطاقة تجيبها من تكسير دهونك الطاقة تجيبها من تسهيل جلوكوزك في الدم تعليه عشان تأخذ وتصرف في الأماكن المهمة فهمت الفكرة؟ فالمنطق يقول إنك هتكسر دهونك ما راح تكسرها كسرها لصالح العضل صح؟ يبقى it increase free fatty acid mobilization تحريك الدهون من المخازن from adipocyte اللي هي المخازن يعني بيخليني بين قوسين أسوي إيش؟ لايبوليسيس تكسير دهون لصالح انتاج طاقه عشان عمليه تصنيع البروتين هذه اللي بعد شوي طيب نفس الشيء اذا كان الفات مصدر طاقه فالكربوهيدرات برضه مصدر ايش طاقه كسر برضه الكربوهيدرات ات انكريز بلاد جلوكوز ليفل يعني كميه الجلوكوز في الدم تعلى ولا ما تعلى تعلى يسوي لي هايبر جلايسيميك افكت هايبر جلايسيميك ايش افكت طيب ابغاك تتذكر معايا اخر صفحتين حتتكلم عن الانسولين صح كل الهرمونات الباقية ضد الانسولين. يعني الانسولين ايش ربنا خلقه يسوي؟ كلنا نعرفها صح؟ الانسولين ياخذ الجلوكوز من الدم يوديه وين؟ للخلايا. كل الهرمونات اللي حناخذها في المنهج غير الانسولين تعمل العكس، تخلي الجلوكوز يزيد في الدم ما تدخله للخلايا. يعني تسوي هايبر جلايسيميك تزود السكر، هايبر جلايسيميك افكت. الانسولين الوحيد اللي يوطي السكر في الدم. كل الهرمونات الباقيه تعلي السكر في الدم لدرجه انهم يسموها كده انسولين اند انتي انسولين هرمونز الشله والشله المقابله انسولين لوحده وانتي انسولين هرمون ثايرويد جروث هرمون كورتيزول ايبينفرين جلوكاجون سوماتوميدي كل اللي انا قلته هذا خمسه سته هرمونات كلها عكس الانسولين الانسولين ياخذ الجلوكوز ويدخله للخلايا هذه الباقيات كلها تعلي السكر في الدم. ليه ليه ليه؟ أنت تريد أن ترفع السكر في الدم لكي لا يدخل للخلايا اللي ما لها داعي ويروح للأماكن المهمة اللي أنت قاعد بتصنع فيها وزود فيها الـ ATP فأنت تسيل الجلوكوز في الدم لغرض تسييره للأماكن الأكثر أهمية واحتياج. فهمت الفكرة؟ فتخلي الـ ATP حقك نوعي. الـ ATP حقك معروف وين محطوط بالضبط. فتلاقي نفسك انك انت بتسوي شغل كويس، فهمتوا الكونسبت وين هنا في الجروث هرمون؟ عشان في بعضكم يقول طيب ما يخلي الجلوكوز يدخل للخلايا عشان يجيب طاقه عشان الخلايا تنمو انا عارف. بس اول شيء انت سيل الجلوكوز في الدم انقله من الاماكن الاقل احتياج الى اماكن الاكثر احتياج ما تدخله. يعني انت بتحاول تقول لي انه الانسولين والجروث هرمون شغلهم عكس بعض وزي بعض؟ يس هم عكس بعض وزي بعض. كيف يعني؟ عكس بعض يعني الانسولين يدخل الجلوكوز في الخلايا. الجروث هرمون يطلع الجلوكوز من الخلايا بس الخلايا الاقل اهميه لاحظ معايا عشان كده الجروث هرمون سميته ايش انا في النهايه انسولين لايك جروث فاكتور هو اللي بيصير وانت بتنمو حضرتك انه بيطلع انسولين وبيطلع جروث هرمون الجروث هرمون يطلب منك تصنع بروتين عشان تصنع بروتين لازم تكسر دهون وكربوهيدرات تحطها فين في الدم وشوية الانسولين اللي طلعت تدخل الجلوكوز هذا للخلايا المهمة. فهمت كيف ان هم شغلهم مع بعض؟ مع انه عكس بعض، الانسولين يوطي الجلوكوز في الدم والجروث هرمون يعلي السكر في الدم.
بس الاثنين يخرجوا سوا. عشان كذا انا في وقت النمو بيطلع عندي الانسولين والانسولين لايك جروث فاكتور، والاثنين كلهم شغالين مع بعض. فهمت الفكره؟ الانسولين لايك يسير السكر في الدم عشان الانسولين يدخله الاماكن المهمه، والاثنين سوا. عشان كذا اساسا يطلع تخصص حلو اسمه تخصص التغذيه، احبه هذا التخصص. الناس اللي يدرسوا نيوتريشن ايش يقول لك؟ يقول لك عشان كذا انت بعد الرياضه على طول لازم تاكل بروتين عشان الجروث هرمون يطلع، ولازم تاكل كارب وتخلي الكارب حقك بعد الرياضه على طول عشان الانسولين يطلع. كارب يعني انسولين، اكلت كربوهيدرات يعني انسولين. فتقوم انت لو اخذت البروتين شيك حقك بعد التمرين على طول، فانت دخلت كميه بروتين كبيره، فالجروث هرمون يعلى، يتحول الانسولين لايك جروث فاكتور، يسيل سكر في الدم، وتاكل انت كربوهيدرات تقوم تطلع الانسولين عشان يدخل هذا السكر اماكن مهمه. فهمت اللعبه وين؟ ويجي يسوي لكم البرامج الغذائيه، وبيسووها استنادا للفسيولوجي حق جسم الانسان. واضح هذا الكلام؟ كويس. دائما اتذكر ان الانسولين والجروث هرمون كانهم عكس بعض، عكس بعض في موضوع تسهيل الجلوكوز، ولكنهم يهدفوا الى نفس الهدف اللي هو تدخيل الجلوكوز للاماكن الاكثر اهميه. وضحت معك؟ مهمه هذه. كويس انك كنت ايش؟ رجعت تصور. ممتاز. احنا كده خلصنا البروتين مظبوط كده، وخلصنا ايش الفات، وخلصنا الكربوهيدرات. اوه هنا في معلومه بغايه الاهميه لازم نستنتجها. لو حضرتك رحت تبغى تاخذ الابره، تتذكر الابره حقت الجروث هرمون عشان تبغى تعضل لي بزياده، الجروث هرمون ايش يسوي في السكر في الدم؟ يعليه ولا يوطيه؟ بعد شويه يخلي. لما السكر يعلى في الدم مين اللي المفروض يطلع؟ مش الانسولين؟ البنكرياس يقعد يطلع انسولين يطلع انسولين، وانت ما في الا تدق في ابر جروث هرمون وتدق في ابر جروث هرمون، والسكر يعلى والانسولين يطلع، لين البنكرياس يتعب ويجيك السكر. وكل الناس اللي ياخذوا الابر حقت الجروث هرمون في النوادي يجيهم سكر بعد فتره. فهمتوا الفكره؟ سكر وتضخم في القلب وتضخم في الكبد مش كويس. تمام؟ ممتاز. يبقى احنا كده عشان كده هم ايش يسموه، ايش مكتوب هنا؟ دايابيتوجينيك هرمون، يعني هرمون يسوي السكر دايابيتس. طبعا في النسب الطبيعيه حق جسم الانسان ما يسوي سكر، كان في النسب الاكسترا اللي غير طبيعيه. طيب تعال بعد شويه نشوف الريجوليشن اوف جروث هرمون سكريشن، الريجوليشن حقت الجروث هرمون سكريشن. والله احنا ممكن نسويها من الرسمه بدل اللت. تمام؟ قال لك الهايبوثالامس حيطلع ايش؟ الجروث هرمون ريليزنج هرمون. طب ما الاسباب اللي تخليك تطلع جروث هرمون ريليزنج هرمون؟ اول سبب الهايبوغلايسيميا. تتذكر لما انا جيت قلت لك انه الجروث هرمون يرفع السكر في الدم؟ فلو سكرك منخفض ممكن تطلع ايش؟ شويه جروث هرمون عشان تحاول ترفع السكر في الدم. طبعا الهايبوغلايسيميا ما تاثر بشكل اساسي مره على الجروث هرمون، ولكن من الاسباب اللي تخلي الجروث هرمون يطلع، عشان الجروث هرمون وظيفته يرفع السكر في الدم، فلو انت سكرك منخفض حيطلع. فاستنج، ايش معنى فاستنج؟ سكر. انت مكسوم ايش يصير سكرك في الدم؟ وبيقل، نفس الفكره، فهمتوا؟ انا بس ابغاك تفسر كل شيء. الستارفيشن، مو لما ما تاكل سكرك اللي بعده. الاكسرسايز، لما تسوي اكسرسايز ايش تسوي انت في مخازن السكر حقتك؟ تقللها. زائد حاجه ثانيه، لما بتسوي اكسرسايز انت بتسوي ماسل سترين، جهد على العضله، يسوي مايكرو انجري، جروح صغيره في العضلات تحتاج انك انت تسوي لها تصبيب بناء. اساسا انتم عارفين ايش هو الحديد؟ فلان يروح يلعب في النادي، اللعب الحديد في النادي هو عباره عن تجريح للعضل بس، انك انت تدخل تشيل وزن اكبر من مستوى تحملك، فبالتالي العضله تتمط الى درجه انها تتفتق وتتقطع من جوا، فلما تتقطع العضله وتتفتق انت حضرتك تبغى تعيد ترميمها صح؟ فحتخرج جروث هرمون عشان تعيد ترميمها، بس لما بتعيد ترميمها بتعيد ترميمها بزياده، زي بالضبط اعطيك مثال، لو واحد انكسرت عنده حديده الان بيوصل الحديدتين في بعض فبيلحمهم صح؟ لما تيجي تحط لحام، اللحام يجيك بالضبط الحديدتين على قد بعض، ولا تحس ان المنطقه اللي ملحمه كده اتخن؟ اتخن صح؟ هو هذا اللي بيصير، عشان كده عضلاتك بتكبر، العضله بتكبر بزياده، يعني اللحمه بتصير، اللحام بيصير اكثر من اللازم، البروتينات اللي بيحصل لها ديبوزيشن عشان تعوض مكان الخلل هذا تكبر 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 تكبر، فيحصل عندك ان العضله تكبر. هذا كل الكونسبت بيهايند شيل الحديد. فبالتالي اي مسل اكسرسايز يؤدي الى مسل سترين، يؤدي الى مسل مايكرو انجريز، مما يؤدي الى الريليز اوف جروث هرمون.
وقال الاكسرسايز مش بس عشان بيقلل السكر في الدم، لا عشان الاكسرسايز somehow بيكسر العضلات، تكسير صحي لصالح تظبيطها وبالتالي تكبيرها. ستريس، ليش الستريس طلع الجروث هرمون؟ شوف الستريس ما طلع الجروث هرمون، الماينور ستريس، يعني الكلمه هذه غير دقيقه، كلمه ستريس هو الماينور ستريس، الميجر ستريس يوقف نموك. الميجر ستريس يوقف نموك، ليه؟ عشان الميجر ستريس يطلع الستريس الجوي يطلع الكورتيزول، هرمون التوتر اللي شغل السلبة وغيره. فهذا الماينور ستريس، زي مثلا ستريس الرياضة. ستريس الرياضة بسيط مش ميجر ستريس، مو ميجر ديبليتيتنج ديزيز مثلا. التروما، التروما تكسير فيحتاج إعادة ايش؟ بناء. منطق ولا مش منطق؟ طب كويس الكلام هذا، نحاول نركز. الهايبوثالامس تحفز ولا ما تحفز الهايبوثالامس؟ لما يتحفز الهايبوثالامس ايش طلع؟ جروث هرمون ريليزنج هرمون، طلع جروث هرمون ريليزنج هرمون. هذا حيحفز مين؟ البيتويتري. والبيتويتري بعد كده طلع ايش؟ جروث هرمون. جروث هرمون يروح على وين؟ على الليفر، عشان في الليفر يديني انسولين لايك ايش؟ جروث فاكتور، جروث سوماتو بي دي سي. حيزيد السوماتو بي دي سي ولا ما راح يزيد؟ نيجاتيف فيدباك انهبيشن يطفي. يلا تعال نشوف الابنورماليتيز، تعال نشوف الامراض ابنورماليتيز اوف جروث هرمون. دكتور تفضل. طب لو شخص كسير بغيته لو اخذ جروث هرمون حد يطول؟ حنقولها الحين، حنقولها لما نتكلم على الدورفيزم. ابشر. طيب تعالوا الان نشوف في عندنا الامراض حقت الجروث هرمون، الامراض حقت الجروث هرمون. في عندنا مرض اسمه العملقه، جايجانتيزم، البني ادم يكون جايجانتيك عملاق، اسمه كده باللغه العربيه العملاقه، جايجانتيزم. العملاقه والاكروميجالي هم مرضين فيهم تضخم في الجسم. بس ايش الفرق ما بين هذول المرضين الجايجانتيزم والاكروميجالي؟ جايجانتيزم باللاتيني يعني العملاقه، يعني كل الجسم يكون كبيرا. بينما كلمه اكروميجالي، اكرو باللاتيني يعني الاطراف، اكرو باللاتيني يعني اطراف اليد والرجل. فكلمة اكروميجالي يعني نمو الاطراف، سواء كان فكك، سكال، يداتك، رجولك، فيسموه اكروميجالي. فلاحظ الاسماء بس ايش؟ نفرق بينهم في الاسماء وبعدين نبدا نشوف الفرق الجوهري ما بينهم. الفرق الجوهري ما بين الجايجانتيزم والاكروميجالي يكمن في السن. كلمة جايجانتيزم وكلمة اكروميجالي يعني الجروث هرمون حقك كثير، مو طبيعي، زيادة مرة طالع من جسمك من ربنا، في عندك خلل انه الجروث هرمون عندك مو طبيعي. سؤال، طيب بما انه الجايجانتيزم هو زيادة في الجروث هرمون والاكروميجالي لتحت برضه زيادة في الجروث هرمون، يخلوه مرض واحد في كله. قال لك الفرق في السن، الجايجانتيزم هو مرض زيادة الجروث هرمون قبل إغلاق العظم، قبل ما المنطقة اللي اسمها ميتافيسز ودافيسز والإبيفيسز هي منطقة نمو العظام تقفل. إذا المنطقة هذه لسه ما قفلت حضرتك حتقعد تلم وتلم وتلم ولين تصير عملاق. فزيادة الجروث هرمون قبل تقفيل، يعني قبل سن ال 21 تقريبا، قبل تقفيل العظام تماما، يسوي لنا المرض هذا اللي احنا سميناه ايش؟ جايجانتيزم. طيب لو الجروث هرمون حقك زاد بعد هذاك السن 21، بعد ما عظامه خلاص قفلت يعني ما في امل تنمو بزياده، حتى لو في جروث هرمون ما راح تنمو عظامك الا من الاطراف، فيسمى المرض ايش؟ اكروميجالي. يبقى الفرق ما بين المرضين هو في السن، هل جاك قبل تكفير العظام جايجانتيزم، بعد تكفير العظام اكروميجالي. المرضين مشتركين في فكره انه الجروث هرمون عالي، صح؟ يبقى المرضين مشتركين في فكرة انه الاحشاء راح تزيد. يعني هذا راح يكبر عنده الليفر والقلب ويجيله السكر، وهذا حيكبر عنده الليفر والقلب ويجيله السكر. كلهم جروث هرمون زيادة والاحشاء ما تفرق حتكبر. يبقى الاثنين ايش يشبهوا بعض؟ يشبهوا بعض في موضوع الاحشاء، كلهم ليفر هيباتوميجالي كارديوميجالي يتضخم القلب، وكلهم دايابيتس يجيهم السكر. بس هذا عظامه كلها بتكبر وبيصير عملاق زي ما احنا شايفين، وهذا لا يصير عنده بروجانثيزم فكويك ويكبر لقدام زي ابراهام لينكولن كده.
عارفينه الرئيس الامريكي السابق، فكه كده طويل قدام، وتلاقي يقولوا كده على اصابعه انها زي كانه عنكبوت، اصابعه يجيك الاصبع الواحد قد كده طول. ايوه اصابع كبيره كده غريبه. تفضلي. لا لان هي النمو يجي بالعرض، هي العظام هذه حقت الاطراف فكرتها ان النمو حقها يجي بالعرض فتجيك العظام كبيره، وعظم الفك ينمو بالعرض فتجيك العظام كبيره، عظم السكال ينمو بالعرض فتجيك العظام كبيره. واضح الكلام هذا؟ تفضل. طيب ما في علاج جميل، هذا سؤال حلو ما حنجي عليه الحين. الان فهمتوا الجايجانتزم وفهمتوا الاكروميجالي وفهمتوا الفرق ما بينهم الاثنين؟ هاي تعال انا نفهم بالسبب. انت قلت لي انه هذول الاثنين سببهم زياده في مين؟ في الجروث هرمون. انا عارف السؤال المنطقي اللي في عقلك، وليش الجروث هرمون زاد؟ اول سبب اياتروجينيك. يعني ايش اياتروجينيك؟ من فعل يدي، يعني انا اللي سويت، يعني انا رحت جبت ابره جروث هرمون برا وقعدت اعطي نفسي، مش هذا سبب زود الجروث هرمون؟ حلو، ممكن يبقى السبب اياتروجينيك، ممكن يبقى السبب لا مش جينيتكس، جينيتكس خلي الانسان يكون طويل في ضمن الحدود الطبيعيه يعني. تيومر، يا سلام عليك تيومر جميل، بس ورم حميد ولا خبيث؟ حميد هو بيناين تيومر، ورم حميد فين؟ في البيتيوتري جلاند. تتذكر مين يطلع الجروث هرمون من الغده النخاميه؟ ورم حميد يصير فيها. دائما تذكر ايش عيب مشكله الورم الحميد هذا، وهو عمره ما يقلب خبيث ابدا، دائما حميد. عيبه رقم واحد انه حيخلي الجروث هرمون يزيد، لانه تتذكر قلت لك البيتيوتري جلاند فيها جزر، هذه خلايا جروث هرمون، هذه خلايا برولاكتين، هذه خلايا ما اعرف ايش، الجزيره حقت الجروث هرمون تقرر تكبر، ويسموا المشكله هذه ادينوما، بيتيوتري ادينوما، ادينوما ورم حميد. المشكله رقم واحد انه الجروث هرمون بيزيد صح؟ والمشكله رقم اثنين انه لما جزيره ما تكبر بزياده تعرف ايش تسوي بقيه الجزر؟ تضغط عليها، تسوي عليها شيء اسمه بريشر اتروفي، تضغط عليها لين تضمر بقيه الاماكن، فتيجي تلاقي بعض الناس هذول في اول المرض يكون بس عنده زياده في الجروث هرمون، بعد شويه عنده زياده في الجروث هرمون وانخفاض في بقيه الهرمونات كلها. فهمتوا المشكله رقم اثنين ايش هي؟ لو انه الادينوما زادت عن حدها. وعرفتوا ايش السبب؟ الموسكو موكوز هو هذا، طبعا انا عارف انه الجيناتكس بتلعب دور، انه بعض الناس يكونوا زي لعيبه السله الطوال يعني فيهم عملاقه وكذا، ولكن هذا وذين نورمال. هم جيناتيك كده. واضح؟ يبقى فكره انه البيتويتري ادينوما هذه هي السبب في انه او واحد بياخذ من برا. في بعض الاسباب النادره يعني زي انه بعض الاورام بتبقى بتطلع هرمون لايك سبستنسز زي الانسولين لايك جروث فاكتور، بس مو مهم. يبقى فهمت الفكره هذه؟ انا عارف انت الحين بتقول لي الحقني بالعلاج. الحقني بالعلاج. العلاج اللي احنا بنعطي ادويه للبيتويتري جلاند نخليها تضمر منطقه الادرينوما، نخليها تضمر. والله مش الموضوع مشي، ما مش الموضوع نتدخل جراحيا ونروح نشيل المنطقه هذه اللي فيها الادرينوما. انا عارف انت الحين بتقول طب ما انت لو شلت الادرينوما اللي هي الخلايا المفرزه للجروث هرمون كذا ما عاد عنده ايش؟ ما تديله انت من برا بعدين، تديله مكمل طبيعي بالكميات اللي يفترض انها تكون في جسمه. فهمت الفكرة؟ وتدخل، طبعا كيف يسوي العملية هنا؟ يدخل عن طريق الأنف، تخيل يدخل عن طريق الأنف كده هنا سقف الأنف، في المنطقة هذه بالضبط البيتوتري جلاند، يكسروها كسرة بسيطة، لكن قدام البيتوتري جلاند يشيلوا المنطقة الزايدة، ويش يخرجوا مرة ثانية تخرج من العملية ولا كان صار شيء. تمام؟ العملية دخل لها من الأنف. فهمتوا الكونسيبت حقها؟ ما تلتئم دكتور. ايش هي اللي ما تلتئم؟ سقف الأنف يلتئم. طيب، واضح الكلام هذا؟ ممتاز. يبقى احنا كده فهمنا ايش هو الجايجانتيزم، هايبر سكريشن اوف جروث هرمون بري ادلت لايف، قبل الفيوجن، قبل التحام العظام اوف ذا ايبيفيسز بون شافت، فتقدر تطول بزياده. الساينز والسيمتومز طبيعي اوفر جروث، انه الطفل بيبقى اطول من 8 اقدام، احسبوا لي اياها بالمتر انا انسى التحويل. طيب بس لا تنسى انه في عندك جروث في ايش كمان؟ في ايش كمان؟ في الفيسرا، ويجيك ايش كمان؟ دايابيتس. طيب تعال نشوف الاكروميجالي. هذا برضه زياده في السكريشن تبعت الجروث هرمون بس متى؟ ان ذا ادلت لايف، بعد ما خلاص كل لحمه العظام افتر ذا فيوجن التحام
fusion of the epiphyses with the shaft. The size of the symptoms increase the thickness of long bone. شوف أنا قلت طول ولا العرض thickness thickness. زي مثلاً the skull bone, the mandible مو كاتبها مهمة the mandible bone, الأطراف عنده الرجل هاد والفيت. طبعا كلهم مشتركين في فكره انه الليفر والهارت والسكر. جميل كده خلصنا الامراض اللي بتزود الجروث هرمون. تعال نروح للدورفيزم. ايش معنى دورف؟ يعني التقزم اللي هم الاقزام. الاقزام انواع وانتبه لانه اسئله الامتحان راح تكون كده لانه الاقزام في هذا نوع وفي قدام بعد شويه حنشوف نوع ثاني من الاقزام بسبب مشاكل ثانيه في هرمونات ثانيه فيقول لك في الامتحان فرق ما بينهم احنا لازم نفرق ما بين الاقزام تمام كويس. الدورفيزم الدورفيزم هو عباره عن خلل في الجروث هرمون حيث انه الجروث هرمون قليل قليل ممكن يكون سببين ليش قل الجروث هرمون صح مش منطق ليه قل واحد لانه المنطقه اللي مربوط بها بالبيتوتري انها تصنع جروث هرمون ما بتصنع ضعيفه تعبانه خربانه فيها ديستركشن. اثنين ممكن يكون السبب رقم اثنين انه مثلا مكان ثاني في البيتوتري كبر فايش سوى في منطقه الجروث هرمون؟ قام ضاغط عليها. يبقى في احتمالين، احتمال الاول احتمال الثاني. احتمال الاول ان هي بتبقى تدمرت من ذاتها ذاتيا اوتو اميون او انها يكون مكان ما كبر فضغط عليها بريشر اتروفي. ثلاثه ومو عليكم الكلام هذا بس بحاول اخليك تفهم اكثر. ثلاثة هذا في البنات بس. شيهان سندروم. سندروم كذا ايش اسمه؟ شيهان مو عليك بس انت مميز عشان تيجي تحضر عندي. شيهان سندروم. ايش شيهان سندروم هذا اللي بتصيب البنات؟ اسمع عندي. هو الفيميل لما بتبقى حامل مش بتنمي انسان داخلها انسان مخلوق كامل. مش بتنمي داخلها؟ فهي محتاجة لهرموناتها تكون لها ولا لها وللبيبي؟ البيتوتري جلاند اثناء الحمل تتضخم بس تضخم فسيولوجيا لغرض انها هي تشتغل لها والولدها وبعد الولاده نفس الشيء بعد انتهاء الترضيع تبدا تصغر حبه 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 وترجع لطبيعتها. واضح الكلام هذا؟ الان لو المكان كبر هيحتاج تغذيه اكثر ولا اقل؟ اكثر يعني محتاج بلاد سبلاي اعلى ولا اقل؟ اعلى. اللي بيحصل انه الفيميل لما تيجي تولد يا جماعه تنزف ولا ما تنزف؟ ما لازم بتنزف. ليش لازم تنزف الفيميل وهي تولد؟ عشان احنا بعد ما نولد البيبي غير التقطيع اللي بيصير فيها هذا زين احنا بنفك البلاسنتا منها، البلاسنتا زي سداده الدم اللي لما نفكها كده الدم بده يخرج لنا من الام كثير فالام تنزف. نزيف الام طبيعي ولا مو طبيعي؟ طبيعي. لكن لو كان النزيف اكثر من الطبيعي في حالات مرضيه ما معينه بلاسنتا اكريتا بريكريتا انكريتا حصل يعني امراض كثير ممكن تخلي الام تنزف اكثر من الطبيعي تاخذوها بعدين. الامراض هذه تخلي فجاه الضغط عند الام ينزل ودمها بيتسرب فهمت الفكره؟ يقوم اماكن كثير ما يوصل لها الدم في جسمها. من ضمنها مين؟ البتوتر الدلوعه. هي بتوتريتها دلوعه ولا ما هي دلوعه؟ كبيره صح ولا لا؟ ومحتاجه بلاد سبلاي اعلى. فيوم ما تقطع عنها مره واحده بلاد سبلاي ايش يصير بتوتري؟ تموت كلها. يسموها بتويتري ايبوبليكسي. بتويتري تفصل كلها بكل خلاياها يحصل في عندها بان بان مش معنى بان في الطب اللاتيني يعني كله بان هايبو بتويتريزم. البتويتري كلها هرمون جروث هرمون يروح برولاكتين يروح اس تي اتش يروح ثايرويد اف اس اتش ال اتش كل شيء عندها ياخذه. هذا السندروم اسمه شيهان سندروم ويصيب السيدات بعد الولاده بيوم او يومين. فهمتوا الفكره هذه؟ من وراء النزيف الزياده اللي حصل اثناء الولاده. هذه الاسباب اللي ممكن تخلي الجروث هرمون يقل. يا انه الخلايا اتدمرت من لوحدها، يا انه ادينوما كبرت في مكان ما في البيتوتري ضغطت على المنطقه، يا شيهان سندروم عند الفيميلز. تحصل عند الميز بعد النزيف الشديد في حادث سياره او كذا نادرا بس بتحصل مرات. ولكن هي مشهوره في الفيميل عشان فكره انه مو بس انا بنزف والبيتوتري متضخمه، محتاجه غذاء اكثر، تقوم تفصل مني وتموت. طيب طبعا في ما زي هذه بتخسر بتويتر فور ايفر وبتقعد تعاش على الهرمونات كل يوم تصحى الصباح هذا كنت هذا من تبلبلها اربع خمس حبوب عشان تعيش زي الانسان الطبيعي تفضل بس ممكن اصلا اغلب الاحيان لما تكون خلاص الجروث حقها اوريدي موقف يعني بالعمر ايوه بس الجروث هرمون مهم عشان نمو جسمنا
يعني نمو العظام بالعرض عشان يتم تجديدها، نمو العضلات، نمو السكن، نمو يعني كل جسم النمو تبعه يكون بالكروث هرمون، نمو التجديد على الاقل، مو شرط كل نمو الزياده، نمو التجديد. تفضل. ممكن يس يصير لهم هايبرليبيديميا، صحيح الكلام هذا، بس صحيح اي ممكن يصير لهم هايبرليبيديميا لانه هو مسوي هايبرليبيديميا. صحيح اللايف اكسبكتنسي قصدك انه هو يسوي انسداد في الشرايين والكلام هذا؟ ايوه يعني يس لانه اعضائهم كبرت يعني ايوه احنا بنقول انهم بيموتوا في النهايه من تضخم القلب وتضخم الكبد، اللايف اكسبكتنسي حقتهم تقل. صح مظبوط تمام. طب تعال نشوف هنا الدورفيزم. الدورفيزم عرفنا الاسباب اللي تقلل الجروث هرمون صح؟ ديفيشنسي ديكريزز سكريشن اوف جروث هرمون. طيب الدوارفيزم فكرته كلها ان الجروث هرمون قل وانت لسه صغير، تنمو ولا ما تنمو؟ ما تنمو. لما ما تنمو يكون حجمك كبير ولا صغير؟ صغير. بس الكلام اللي راح تفرق فيه بالله عليك هو اساس كله مكتوب هنا، انه حجمك صغير بس نسبتك وتناسبك، عارف دائما ايش يقارنوا؟ يقارنوا ابوف ترانك وبيلو ترانك، انه هل في تناسب ما بين المنطقه هذه والمنطقه هذه ولا ما في؟ الانسان الطبيعي لازم يكون في عنده تناسب. لاحظ هذا الانسان قصير والنسبه والتناسب عنده مضبوطه، يعني المنطقه العلويه من جسمه تشبه المنطقه السفليه من جسمه، يعني شكله ما هو ديسبروبورشنت، لا هو بروبورشنت، نسبيته مضبوطه. كويس الكلام هذا. ثاني حاجه يبقى اول حاجه هل هو بروبورشنت ولا لا؟ تقول لي بروبورشنت. ثاني شيء هل قدرته العقليه بتقل عشان هرمون النمو واطي؟ لا، قدره عقليه لا تتاثر، يبقى هذول الناس قدراتهم العقليه طبيعيه تماما. ثلاثة هل قدرته الجنسية تتأثر الريبرودكتيف؟ لا ما تتأثر. ثلاثة هذول أبغاك تحط عليهم ثلاث خطوط عريضة. نورمال منتال أكتيفيتي دماغهم طبيعية، نورمال ريبرودكتيف أكتيفيتي و بروبورشنت بودي. ثلاث شغلات هذه. ليه؟ عشان بعد شوية راح نشوف إنه في مرض ثاني في تقزم وتكون الثلاث هذه مضروبة فيه. اسمه كريتينيزم. دكتور نروح نعرف هذا من البداية ولا من حاصل في النهاية؟ كيف يعني في النهايه في البدايه؟ في بدايه النمو انه عنده يعني قصدك في اول حياته نقدر نشوف هي من اول الحياه نقدر نشوف. ما هي هذا اللي بيصير. ما هو الناس هذول الاقزام كلهم ترى كان بالامكان معالجتهم بس باعطاء جروث هرمون يتعالج. يعني انا في الزمن هذا استغرب من وجود واحد دوارف، لانه يفترض لو في دوارف انه ياخذ جروث هرمون بدري وفي ادويه تمنع التسكير. في ادويه تمنع تسكيرها. كويس ونديهم جروث هرمون ويعيش حياه طبيعيه يفترض يعني. يبقى فهمتوا الدورفيزم ولا ما فهمتوا الدورفيزم؟ سهله؟ كويس ممتاز. تعال الان نشوف البرولاكتين هرمون. البرولاكتين هرمون هذا هرمون الحليب. هذا ايش؟ هذا اللي يصنع الحليب، سينثيسيز اوف ميلك وليس ايجكشن اوف ميلك، هذاك كان بالاوكسيتوسن. طيب ايش الفرق بينه وبين البي ار اتش؟ البرولاكتين ريليزنج هرمون هذا اللي يخلي البرولاكتين يطلع. الهايبوثالامس يطلع ريليزنج هرمون عشان البيتوتري تطلع البرولاكتين عشان هو يروح على البريست يصنع الميلك. طيب الان برولاكتين ريليزنج هرمون ايش وظيفته؟ هذا اللي بيحفز من الهايبوثالامس البيتويتري عشان طلع برولاكتين. طلع البرولاكتين، تعالوا شوف البرولاكتين يعمل ايش. انتبه عشان انا عارف ان انت في الامتحان حتبقى تتذكر انه صنع الحليب، شكرا لك. ولكن المعلومه الاهم كمان انه البرولاكتين بيقلل الليفل انهبت الجي ان ار اتش، هذه مره مهمه. البرولاكتين بيقلل الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، يقلل الهرمونات الجنسيه ال FSH وال LH. لما اقول لك جونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي هم مين؟ اللي يطلع من هذا بس على البيتويتري عشان يخلي البيتويتري يطلع FSH و LH، هذا البرولاكتين يقفله. ما في جونادوتروبين ريليزنج هرمون من هذا بس، ما في FSH و LH من هنا. سؤال، لو في ميل ما عندها FSH تقدر تصنع فوليكلز؟ لو في ميل ما عندها LH تقدر تسوي اوفيوليشن تبويض؟ في عندها كوربس لوتيوم.
لا ما تجيها دورة شهرية. ما تجيها الدورة الشهرية. فهمت الفكرة؟ المرضع ما تجيها دورة. المرضع ما تجيها دورة شهرية. ليه؟ عشان المرضع اللي عندها البرولاكتين عالي ما عندها FSHOL H، فما عندها الدورة التغير تبعت FSHOL H. يبقى سبحان الله البرولاكتين يعتبر نورمال كونتراسيبتيف، مانع حمل طبيعي. لانه اذا ما في تصنيع بويضات ولا تبويض ما في حمل، صح ولا لا؟ هي ايش الحكمه الالهيه؟ انه طول ما الام بترضع بيبي فهي محتاجه طاقات عشان تصنع الحليب، اكلها كله بيروح لتصنيع الحليب صح؟ عشان تشرب هالولد. وبالتالي لو هي حملت الان حيصبح توزيع الطاقه على موضوع الرضاعه وعلى موضوع الحمل. فيا الولد اللي بيرضع يظلم، يا الولد اللي بينشا في بطنها يظلم. وربنا يقول لها واحد من اثنين، حترضعي ما في حمل، حتعملي ما في. خلتوا معي الفكرة؟ وبالتالي هو نورمال كونتراسيبتيف. طيب السؤال، دكتور في وحدة كانت بترضع وحملت وقاعدة تقول حسبي الله ونعم الوكيل، في يدي واحد حامل في واحد، صح؟ لأن البرولاكتين مهما كان ليس انهبيتور 100% لجونادوتروبين ريليز هرمون، هو يخفف منه. كل ما السيدة كانت ترضع أكثر كل ما الانهبيشن هنا يكون اكبر، وفي بدايه الرضاعه الانهبيشن يكون اعلى، على ما الرضاعه تبقى مش الرضاعه سنتين تقريبا يفترض الكامله، على اخر السنه يعني بعد سنه تقريبا السنه الثانيه يصير الموضوع لا يعني ما عاد صارت الحمايه قويه، لانه الطفل اصبح يعتمد بشكل اساسي على الرضاعه، وبدا يدخل له الاكل، بدا يدخل له الاكل في ترضيعه وبدا يقل، يبدا البرولاكتين يقل حبه حبه، فالجي ان ار اتش يبدا يشم نفسه حبه حبه، فممكن تحمل في الوقت هذا، بس تكون عدت الوقت الصعب اللي هو اول سنه في الرضاعه. فهمتوا الكونسبت هذا؟ مهم الكلام. طيب ليش مهم الكلام هذا؟ مهم عشان التالي، افرض لو انت عندك فيميل حملت ولدت، وطبيعي يطلع عندها برولاكتين، وطبيعي انها ترضع، وطبيعي انها ما تحمل، انا ماني زعلان منك في هذا كله. ولكن تعال لي فيميل حصل عندها برولاكتينوما، يعني الغده النخاميه البيتوتري جلاند، منطقه تصنيع البرولاكتين حقتها صار فيها ورم حميد. ايش سميناها ورم الحميد؟ برولاكتينوما. تمام؟ لانه الفيميل هذه عندها برولاكتينوما هنا. برولاكتين يطلع عندها بزياده ولا ناقص؟ زيادة. تطلع ملكية تبغى ولا ما تبغى؟ ما تبغى. واضح الكلام هذا؟ طب السؤال، افرض ان البنت هذه، افرض ان البنت هذه كان عمرها مثلا 23 سنة. وهي عندها كده، عندها ملك ليت جو. بيطلع منها ملك وهي لا هي حتى متزوجة ولا هي حامل ولا أي شيء. أنا عارف في بعضكم ممكن يقول ما عادي يعني شيء مشكلة. أقول لك لا مشكلة. ليه؟ لأن في مرة هذه بترضع ولا ما بترضع؟ يعني الملك اللي بيتصنع عندها في البريست بيخرج بيقطر بس بيخرج بسيط بس ما بيخرج كله صح؟ الملك بيتخزن عندها في البريست الى درجه انه بيسوي لها انفكشن، الملك مليان سكر حليب. فالسكر هذا ممكن يخلي البكتيريا تدخل ويسوي لها التهابات وتقرحات في الثدي ومش عارف ايش. عشان كذا اساسا حتى الام مرات اللي ما بترضع ولدها لانه مثلا في العنايه مركزه وقالوا لها ما ينفع نرضعه لين نطلع لك هو من العنايه، يودوها الصيدليه في جهاز كذا يسحب الحليب. تروح النادي تشتري ليه؟ عشان تفضل الحليب هذا اول باول لسببين، لما تفضل حليب يتجدد، فبالتالي على بال يطلع ولدها من العنايه ما يكون حليبها جف. اثنين عشان ما يقعد الحليب فتره طويله عندها بصير له مشاكل. فهمتوا الكونسبت هذا؟ تفضل. دكتور هذا سبب له عقم ولا؟ وهذا اللي حنيجي على رقم اثنين. رقم اثنين، هذه في ميل اللي هي لسه ما تزوجت. اللي عندها ملك، انا انت قلت لي مثلا خليه عادي طز. اقول لك لا ليش؟ عشان الملك ممكن يسوي انفكشن عندها هنا صح؟ رقم اثنين، هي جي ان ار اتش تون البرولاكتين عندها عالي، ايش اخبار هذا؟ ما في مو شغال، هذا لو هي عندها ورم حميد يعني البرولاكتين مره كثير، وبالتالي هذا مره طافي صح؟ هذا الفيميل ما عندها اف اس اتش ولا ال اتش، يعني ما بتسوي بويضات ولا عندها تبويض صح؟ انفرتايل. يعني هذه تتزوج وهي ما هي قادره تحمل. وتحاول تقول انا عندي مشاكل في الحمل انا مش قادره احمل. ليه؟ عشان هي عندها الخلل رقم اثنين. طبعا الخلل رقم ثلاثه شكليا، لما ال FSH وال LH يقلوا في تصنيع استروجين عند الفيميل هذا؟ في تصنيع بروجستيرون؟ يعني هرمونات الانوثه حقتها عاليه ولا واطيه؟ واطيه. تلاقي عندها تغير ممكن في الصوت، لو كانت صغيره، لو كانت كبيره لا ما عاد تتغير صوتها.
لكن هو صغير ممكن يتغير صوته، يصير صوته ذكوري اكثر. انتم تغير صوتها هذا مصيبه، ويتغير بيرمننت يعني حتى لو صلحنا المشكله خلاص الفوكال كورس تغير شكلها، حلقة صوتها زي الرجال فور ايفر، وهذا شيء مشكله كبيره. تلاقي في بعض الفيميلز صوتهم غريب ذكوري اكثر، بسبب انه يكون الخلل هذا موجود معها. ثانيا واحدة ما عندها استروجين، ايش اخبار شعر جسمها؟ كثير، فتشتكي نفسيا من الموضوع هذا. شكل جسمها وتوزيع الدهون في جسمها يكون توزيع الانثوي كوكاكولا لايك، ويكون توزيع الذكوري كرش لايك، كرش لايك، فبالتالي نفسيتي تتعب اكثر واكثر. فهمتوا الفكره؟ الموضوع هذا يعني له دخل في شغلات كثيره جدا غيرها، بس ما هي قادره تحمل. طبيعي لما ما تكون قادره تحمل فور ايفر، ما هي قادره تحمل، شلها الادينوما ترجع تحمل ثاني، ويروح الشعر ويرجع جسمها زي ما كان، بس هو الصوت اللي لو تغير ما يرجع. واضح الكلام هذا؟ كويس. يبقى هذه هي عيوب زيادة البرولاكتين، ماذا لو ارتفع البرولاكتين؟ ايش علاجها؟ أدوية. في أدوية تزود الدوبامين، تقول تخلي البرولاكتين ايش؟ بس المشكلة انه ما يزيد الدوبامين أثر على النفسية. فالأدوية هذه تلعب في النفسية شوي. وتخلي في مال شوية نفسيتها. الدوبامين يخلي البني آدم ينجن. يصير له سايكوس، ممكن يشوف شغلات، يتهيأ شغلات، يسمع حاجات. هذا عيب الدوبامين. ويسوي خلل في الحركة. ديسكانيجيا مش اسمها. فبالتالي هذا ايش؟ العلاج تبعها. طيب مش العلاج اللهم لك الحمد، مش العلاج نعمل ايش؟ عملية عن طريق الأنف. نشيل البرولاكتينوما وانتهى الموضوع. طيب. الآن يبقى كده احنا خلصنا، معلش أنا بشرح لك بزيادة، ليه؟ لأني أنا عارف أنكم أخذتوها على محاضرات كثير وأنكم لسه ما أنتم قاطعين فيها كثير، فما نتعلم أحسن، صح؟ طيب. Disturbance of prolactin secretion. Disturbance of prolactin secretion. Excess prolactin called hyperprolactinemia. تكلمنا عليها صح؟ على فكرة خليني أضيف لك معلومة خلاص، احنا بدنا قلنا وقلنا. افرض لو في مين هذه قال أنا ما يهمني، شعر في ليزر، دهون ما تفرق عندي. ملك أنا حسحبه. حمل ما نبغى نحمل. ايه زين ما تبغى تسوي عمليه، تخيلت معايا انا بمشي معك للاخر. طيب الان الفيميل هذا، الفيميل هذا ايش حيجيها بعد شويه؟ لا كيف حيجيها؟ حيجيها عمى الفم. ليه؟ انا اقول لك ليش. عشان البتو مش تعمي فور ايفر، تعمل ايه؟ تشيلها بس تقول ايه؟ البيتويتري جلاند. شوف هذه عينك ما تتعمي كامل، يعني نص الصوره عندها حتروح حتظلم. عينك انتوا لسه ما اخذتوا العين. العين اليمين تتشاف في العقل اليسار، والعين اليسار تتشاف في العقل اليمين، تمام؟ فالمهم انه الاعصاب اللي جزء من اعصابك حيمشي على طول في عينك، وجزء منها حيسوي كروس. ما بدخل معك في التفاصيل. وهذه العين جزء منها حيمشي على طول الاعصاب حقته، وجزء منها حيعمل ايش؟ كروس. ففي زي حرف اكس بين تقاطع العصب اللي جاي من هنا رايح على هنا، وتقاطع العصب اللي جاي من هنا رايح على هنا. الكروس هذا هنا قدام البيتوتري. الكروس هذا قدام مين؟ يسموه اوبتيك كايازم، يسموه اوبتيك ايش؟ كايازم، زي حرف اكس. بيتوتري هنا. الادينوما تبدا تكبر 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 لين تضغط على العصب البصري. تقوم الاشاره ما عاد توصل، فجاه ما يقدر تشوف. فاحنا لازم حنسوي العمليه، ولازم حنقلل من البرولاكتين عشان اخرها حتسوي كده مشهوره، لان المنطقه تصنيع البرولاكتين هي اللي قدام الاكس بالضبط. فدائما مشهوره هذه الحركه، ان الواحد سكت على الموضوع في النهايه يجيله عمى مؤقت. يعني طبعا لو ضغط على العصب البصري هذا قاعد شهور حيطفي تماما العصب، حتروح داهيه. فهي اول ما عمى حتروح الطوارئ، ثاني يوم ثالث يوم خلال اسبوع يكونوا شايلين لها، ترجع طبيعيه زي ما كان. واضح الكلام هذا؟ طيب هنا حنقول فان انفورميشن. هو الميل، الذكر الميل عنده خلايا تصنيع برولاكتين؟ ايوه عنده. بس البرولاكتين لو طلع عنده حيلاقي بريست تشتغل عليه، ولا هو ما عنده غده حليبيه اساسا؟ فما تسوي له شيء. سؤال ما منها فرق؟ خليني اقول لك سؤال. افرض لو في ميل ربنا كده ابتلاه انه البرولاكتين سيلز تضخم عنده، هل راح يحصل له فكره انه يطلع له حليب؟ لا. يقوم بالتالي هل حيتنبه بدري لقصه البرولاكتينوما؟ طب سؤال، لو البرولاكتين زاد ما حيسوي له خلل كبير، ما حيبان عليه خلل.
تعرف الميل يجي دائما بايه؟ بالعمل. لان الميل ما عنده موضوع الحليب اللي يفضحه بدري. يقعد تكبر 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 لين حضرته ايه؟ مو شايف مظبوط يقوم يروح الطوارئ يقوم يكتشف انه عنده بروكتورال. فدائما الميل فيرست برزنتيشن هو بايلاترال هيمينوبيا انه مو قادر يشوف. لكن الفيميل بيبقى فيرست برزنتيشن جريان الحليب او الجلاكتوريا. ريا يعني جرائن زي رينوريا يعني زكام. جلاكتو يعني حليب، ريا يعني جرائن الحليب. فالفيميل دائما جلاكتوريا، الميل دائما هيميرا. هي موجوده عند الميل والفيميل بشكل طبيعي جدا. البرولاكتين هي فكرتها في انها بتحد شويه من عمل الجروث هرمون عند من عمل الجي ان ار اتش عندنا عشان تقلل شويه من الاف اس اتش والال اتش بتعمل شويه بالانس. صار هي فكرتها انها تسوي حليب عندنا. لا يس يس ممكن يتعالج بالبرومو كريبتين. صحيح انت تعرف البرومو كريبتين هذا شيء جيد. ممكن تعرف البرومو كريبتين صحيح. طيب كويس. يبقى احنا هنا كده خلصنا كلام هذا. الفيمير هذه الفيمير اللي عندها براكتين زايد هذه ايش يحصل لها؟ جلاكتو ايه؟ ريا. ويحصل لها انفيرتيليتي. نعم. حتى الميل الميل ما حيحب يصير عنده انفيرتيليتي لان الميل تصنيع السبيرمز حقته بشكل كبير بيعتمد على فكره تصنيع الكميات والتصنيع الدوري المستمر. الفيرتيليتي تضعف عنده بس ما تذهب تماما. فهمت الفكره؟ يعني الميل لو خف شعر جسمه شويه ما راح ينتبه انه هذه مشكله الهرمون. فهمت الفكره؟ لو تغير شكل الدهون عنده. ما في بعض الميلز الدهون عنده تكون في الهيب مو كرش صح؟ في ميلز كده طبيعتهم. تالي كل الاشكال الغريبه فكره شعر يزيد ينقص فكره مش عارف هذا كلها ما راح تبين على الميل. فكره الانفيرتيليتي كلها ما راح تبين على الميل. افرض مثلا انه حصل عنده الاتش عند الميل مهم عشان الانتصاب ضعف الانتصاب عند الميل ممكن يقول توتر الدخان ما عارف ايه ما حيقدر يجيبها بالضبط. لكن في ميل ما يقدر تحمل فعلا الفيرتيليتي واضحه عليها. انت الفكره عنده شعر في جسمه بشكل غير طبيعي فجاه الدهون كرش بشكل اوفر الصوت اتغير حليب نزل واضحه. انت عند الميل ما تبان الا العمل يوصل. واضح؟ هذا سلايد سمري مع نفسكم. بريك كم الساعة الحين؟ 7:54 يعني ساعة بالضبط من ما بدأنا. خذوا لكم بريك كده إلين الساعة 8 أربع أو خمس دقائق بريك. الساعة 8 بالضبط نرجع من البريك. بريك سريع. ثمانية يا جماعة. أوكي لما نجي نبدأ محاضرة.